خليني أبارك لك على وجودك معنا في رمضان 2021 السنة دي من خلال عملين مهمين. الأولاني لدكتور يحيى الفخراني وهو نجيب زاهي زركش. هذا العمل الرائع اللي انت بتشوفه على الشاشة بتحس بجد ان هو مختلف عن اي اعمال تانية موجودة في رمضان. والسنة دي بالذات يحيى الفخراني ليه كده ستايل وشكل مختلف خالص حتى غير اعماله اللي قبل كده. وكمان المسلسل المثير للجدل واللي عمل قيل وقال كتير جدا مسلسل الطاووس. فمسلسلين مهمين كبار عايزة أبارك لك عليهم وعايزك تقولي حضرت لهم ازاي يعني ازاي جي الاول مع دكتور يحيى الفخراني نجيب زاهي زركش. الله يبارك فيك اولا وميرسي على المقدمة الكبيرة يا خالد. ده انت تستاهل كده واكتر من كده. يا نهار ابيض انت عمالك افتحوا يا جماعة جوجل خالد حماد دلوقتي هتلاقوا ايه وايه وايه. انا بس عايزة اقول بس عايزة اخد برضو من وقت الحلقة واتكلم معك اكتر. الأول الحمد لله ربنا وفقني السنة دي أعمل مسلسلين والحمد لله هما مسلسلين مهمين. طبعا دكتور يحيى الفخراني أول مرة اشتغل معاه يمكن اشتغلت في حاجة هو كان حاطط بس مجرد صوته فيها اللي هو عمارة يعقوبيان مظبوط في المقدمة بس ما حصليش الشرف ان انا اشتغل شيء مباشر له. والحمد لله لان انا بصراحة بمنتهى السعادة لما بشتغل مع حد خصوصا من نجومنا الكبار. ربنا يخليهم لنا يا رب يا رب. طبعا قامة ومش على اللي هقول يعني تاريخ طويل طبعا اكيد بيبقى مختلف وبتضيفوا لبعض يعني احنا اللي بناخد من الناس دي بصراحة لان الناس دول بيعلمونا كل حاجة يعني بيعملوا الحاجة بجد بيعملوها بحقه حقيقي صح. فكان كلمني شادي كلمني قبل شادي كمان صديقي مصطفى علي اللي هو مهندس صوت العمل كلمني وبعدين شادي كلمني وانا فوجئت انا معرفش شادي بصراحة على المستوى الشخصي يعني. فطبعا كنت سعيد جدا. يمكن المفارقة الوحيدة اللي هو في للوهلة الاولى قلت طب كويس انا شكلي يعني العمل من اعمال دكتور يحيى اللي هي شوية فيها حاجة كده فيها غموض وفيها شوية عمق وكده. وفوجئت شاد بيقول لي على فكرة مسلسل لايت وبتاع. فللوهلة الأولى كده جالي إحباط بسيط. ما عرفتش لسه هتعمل إيه. لا لا مش إحباط يعني أنا أكيد سعيد بأن أنا أشتغل مع الناس دي كلها كلهم ناس مهمة وناس شاطرة لكن أقصد إيه أنت عارفة ساعات الواحد بيخاف من القولبة في صح مصر يعني صح. فأنا كنت السنة اللي فاتت عامل فالنتينو مع زعيم إمام فخايف لا يبقى ده انا بتاع الكوميدي ما انت أيوه. عارفه انا بحاول دايما اهرب تغير دايما صح. اهرب لكن لما شفت المسلسل لما قريت منه حاجات لا اكتشفت ان هو يبدو ان هو كده لايت بس هو لا مش هو لايت. مش كده خالص هو لايت لكن هو عميق جدا أوي. في نفس الوقت وطبعا يكفي ان هو اللي كاتبه عبد الرحيم كمال اللي هو طبعاً. صديقي ودفعتي في معهد السينما شاطر. وزميلي واللي كاتب حوار مشروع تخرجي اساسا مع السينما طب حلو واشتغلنا مع بعض كذا عمل قبل كده أيوه. فعرفت لا انا لا احنا تمام فهمت عبد الرحيم كمال لا انا عبد الرحيم عارفه كويس واشتغلنا مع بعض افلام واشتغلنا حاجات غير اللي واحنا طلبه بقى كمان لكن لما اتفرجت بقى واتكلمت مع شادي وشفت حاجات فلا العمل انا شخصيا من الصعب ان انا اتفرج على حاجه من الحاجات اللي انا عاملها بشكل كامل يعني ما بيحصلش كتير لا المسلسل ده انا مدمن ان انا اتفرج عليه لاني بضحك بجد يعني بتابعه ودي حاجه انا عاده ما بعملش كده غير حاجات قليله جدا فلا انا بتابع المسلسلين دول بتابعهم بس الطاووس بالصدفه عشان بيبقى قدامي على الفطار على طول كمان موجود اسف نجيب زاهي زركش بالصدفه على على فبتفرج عليه لان كمان انا بركب الموسيقى على الصوره كمان في هذا العمل تحديدا فده بيخليني عايز اتاكد من الـ 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 الشغل اللي بتاعنا عامل ازاي وطالع ازاي خالد خلصت خلاص ولا لسه لغايه دلوقتي بتتابع وهو بيخرج من المونتاج الحلقات وكده انا عارف انه مخلص تصوير لا ما مخلصين لا المسلسلات دي كلها مخلصه كل حاجه الحمد لله ومخلصين بدري كمان ودي حاجه كويسه قوي ودي حاجه نادره جدا وضع يعني الناس محترمه ان هم مخلصين كل كده. حاجه اقول لك على حاجه شادي الفخراني مخرج ما شاء الله عليه منظم جدا وكل حاجه عنده بمواعيد وفي جدول وماشي بشكل يمكن انا مستغرب ان عندنا حد كده وده ما شاء الله حاجه كويسه جدا فيما يخص التوقيت يعني عارف هو هيعمل ايه يوم ايه وهكذا فلا هم كل المسلسلات دي مخلصه بس
في حاجه الناس ما تعرفهاش، ان في عالم احنا عندنا حاجه اسمها بري برودكشن وبرودكشن وبوست برودكشن، ما قبل التصوير والتصوير وما بعد التصوير. الناس اللي ما بعد التصوير دول ناس ما بيناموش غير يوم 30 رمضان. اوف ده اللي هو انت بقى، اللي هو احنا كلنا. يا جماعه الناس دول يشملوا الناس اللي بتصحح الالوان، الناس اللي بتعمل المونتاج، الناس اللي بتعمل المكساج، الناس اللي بتعمل الموسيقى والصوت، الناس اللي بتنقل الشرايط، الناس اللي بتصحح الالوان، الناس اللي بتبث، دول ناس شغاله لغايه اخر لحظه عشان الجمهور يتفرج. الممثلين بس هم اللي بيخلصوا التصوير، انتوا تتركبوا بقى كل المخرج بقى بالذات ده اخر واحد بينزل الستاره بقى في الاخر، ده اللي صاحب الهم الاكبر. يمكن عشان كده الناس ما تبقاش فاهمه ان المخرج ده واحد بس بيقعد يزعق في اللوكيشن يقول اكشن وخلاص. لا يا جماعه، ده واحد صاحب الهم الاساسي منه، وهي فكره لغايه الخط الاخير، هو اللي بيحط النقطه اللي في الاخر. عشان كده اسمه مايسترو. بالظبط، ما هو مايسترو. مايسترو فعلا. ما انا قادر افهم قوي يعني ايه الهموم بتاعته. لان انت اعتقد انت اخرجت برضو يا خالد. انا خريج مع السينما قسم اخراج كمان. فانا فاهم الهم ده عامل ازاي يعني.